السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم كانت أجواء شديدة الحرارة، تجاوزت درجات الحرارة 47 درجة مئوية. حتى هذه اللحظة تفاوتت ما بين 47 إلى 49 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. الرياح رياح شمالية غربية بشكل عام، ولكن متقلبة الاتجاه على المناطق الساحلية والجزر، لذلك نلاحظ ارتفاع نسبة الرطوبة على بعض المناطق السكنية القريبة من الساحل. أما الأجواء الحالية في مدينة الكويت، سماء صحو بشكل عام، الرياح شمالية غربية سرعتها 6 كيلو متر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 43 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 26%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. الطقس متوقع في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله أجواء تميل إلى الحرارة خاصة على المناطق الغربية من دولة الكويت. متوقع أن تصل درجة الحرارة في منتصف هذه الليلة في منطقتي شقاي والسالمي 34 درجة مئوية. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما بالنسبة للمناطق الوسطى وكذلك الساحلية، درجات الحرارة متفاوتة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية. راح ترتفع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية والجزر، متوقع أن تتفاوت ما بين 75 و 85%. مع بداية دخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد، درجات الحرارة الصغرى متوقعة متفاوتة ما بين 31 درجة مئوية في المناطق الغربية، المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية. الرياح بشكل عام راح تكون رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتفاوت سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في نهار يوم الغد قد تتجاوز أو قد تصل 49 درجة مئوية، خاصة في المناطق الوسطى لمدينة الجهرة وضواحيها، المناطق الغربية شقاية والسالمي 49، أيضا شمال الكويت في مزارع العبدلي 49 درجة مئوية. أما المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية. الرياح راح تكون رياح شمالية غربية على المناطق الغربية من دولة الكويت، راح تكون رياح جافة وأجواء شديدة الحرارة. أما المناطق القريبة من الساحل والساحلية، رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، وكذلك الأجواء رطبة. الأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع تراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 أقدام. تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:56 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:20 دقيقة، أذان المغرب الساعة 6:22 دقيقة. الطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء شديدة الحرارة في يوم الاثنين والثلاثة، متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى 49 درجة مئوية في مدينة الكويت، درجات الحرارة الصغرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية. باكر في يوم الاثنين الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية ابتداء من يوم الثلاثة وما تبقى من هذا الأسبوع، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكل عام، قد يكون هناك نشاط نسبي خاصة في يوم الأربعاء والخميس على المناطق الغربية من دولة الكويت، تصل سرعة الرياح 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة متفاوتة ما بين 46 و47 درجة مئوية العظمى، أما الصغرى 33 إلى 35 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، ولا نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية العالمية.